بشكر النجمة الكبيرة وحبيبتي طبعا استاذ يونس بعشقها بجد. اهلا وسهلا، بنرحب بالجميلة الأمورة النجمة لولو. عاملة ايه؟ الحمد لله. ودانا 2023 وكنت في بيت الروبي هايلة، والنهارده بنفتتح عصابة عظيمة في 2024. ده بالنسبة لك عامل ازاي؟ مبسوطة بيه ولا ايه؟ يعني مبسوطة ونفسي امثل معاهم تاني، نفسي امثل مع كريم تاني وإرهام شاهين. حلمك لما تكبري تكوني ممثلة ولا عايزة تكوني حاجة تانية؟ ممثلة طبعا. ممثلة طبعا؟ مش عايزة تكوني دكتورة، مهندسة، أي حاجة تانية؟ طب عايزة تمثلي مع مين في المسلسلات؟ نعيم شاهين وأحمد حلمي. أيوة. وكان اسمه إيه؟ وأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. طيب إحنا بقى آخر حاجة هنقولها، تقولي كلمة لبابي والمامي، تقولي لهم بحبكم قوي. طب قولي لجمهورك بقى، جمهورك اللي بيحبك، استنوني في عصابة عظيمة يوم سيما. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، نورتونا. كلمنا عن حضور حضرتك النهارده في العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة. انا بعمل شخصيه في الفيلم، ضيف شرف، يا رب نبقى عند حسن ظن الجمهور. ومبسوط جدا طبعا بالشغل مع الاستاذ سعد يونس، ومبسوط جدا بالشغل مع كل فريق العمل. ان شاء الله انتظروني في رمضان اللي جاي، بعمل اكتر من حاجه، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب نعمل حاجه تعجب الناس. عندي مسلسل مع الاستاذ النجم امير كراره، وعندي مسلسل مع النجم احمد العوضي وسمية خشاب. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تبقى 2024 سنه خير وهنا ورزق على كل الناس يا رب، وكل اللي نفسه في حاجه يحققها. ميرسي. كلمينا عن حضور حضرتك النهارده في العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة. استاذ سعد يونس، عوده حميده، انتاج جميل، ممثلين رائعين. ان شاء الله ان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا ويحقق ايرادات حلوه عشان ترجع تاني نحس انه النجمة الست الفنانة الست رجعت من الساحة تاني وتنورها، وإن شاء الله إن شاء الله يعجب المشاهدين ويعجبكم، والناس كلهم ينزلوا يتفرجوا على عصابة عظيمة. الست دايما الست قوية، الست أقوى. أنا ما بقللش طبعا، الراجل عظيم وهلاك وكله، بس الست أقوى. أما بتحب تتحمل على كتافها، بتشيل قوي على كتافها وما بتشتكيش. نتكلم عن كامل العدد بس؟ ما الجزء الثاني والله خلاص، الجزء الثاني الجزء الثاني خلاص والله نازل، هتشوفوه وانتم اللي تحكموا عليه ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي.